يا ربي يا ربي لا تخلي شي سيء يصير لأبي، هو الحياة بالنسبة لإلي. زليش انت بتعرفي عمي شاكر زلم كتير قوي، ما رح يصير له شي. طيب معناها ليش لهلأ ما حدا خبرنا شي؟ يا رب دخلك بلكي صار شي مو منيح لأبي. قولولي أبي صار له شي؟ إن شاء الله خير. طمني يا دكتور، اللي أبي منيح، أنا هلأ بدي أشوفه. اهدي يا أنسة، السيد شاكر نايم بسبب تأثير الأدوية، ما فيك تشوفيه. طيب اللي شو صار له لأبي، شو المشكلة؟ معه تشنج بالقلب، ما في خطر على حياته، بس التشنج بيحذر من سكتة قلبية. سكتة قلبية؟ ليش إجا تشنج بالقلب يا دكتور؟ ما عم أفهم، صحته مثل الحديد، ما بيعاني من أي مرض، تركته اليوم الصبح ما في شي. مثل هاي الأمراض ما بتجي فجأة. قولي لي يا بنتي، صار معكم شي موقف مزعج خلى أبوك يحس بضغط نفسي أو يعصب بهالكم يوم؟ صار، إيه صار. السبب اللي خلاه يعصب نزل علينا من السما، إجا ودمر حياتنا نحن الكل، وبعدين طلع من كل هالتوتر. أنا رح دور على هذا اللي اسمه محمد وقلت له لحتى أرتاح منه. لو سمحتي بنتي طولي بالك، إذا عرف أبوكي إنك عم تفكري هيك رح يزعل أكتر من هلا. ليش عم أكذب؟ كل اللي صار بسببه لمحمد، بترجاك يا دكتور أنقذه. لي دكتور، نحن شو لازم نعمل؟ ما في شي علاج أو دواء لهذا الوضع؟ أنا بعرف منيح شو العلاج. العلاج الوحيد إني أخلص منه لمحمد، أخلص من هذا الكذاب والخاين اللي اسمه محمد وللأبد كمان. طيب طيب خلصنا، اهدي اسكتي شوي وخلي الدكتور يحكي شو يلي صاير. رح نخلي السيد شاكر تحت المراقبة، نحنا عطيناه السيرومات اللازمة وأكيد رح خبركن لما يطلع التقرير. بترجاك دكتور خليني شوف أبي لو خمس دقايق بس، لو سمحت. بس أبوكي نايم يا أنسة زليش، رح يحس فيني. يا بابا، أنا كتير آسفة بابا، كل اللي صار معك بسببي، لأني ما سمعت كلمتك. هاي المرة الحق علي، الآفة اللي اسمه محمد، أنا اللي جبته لعندك، جبرتك تعمل هيك يا بابا. لو ما عملتها ما كنت نايم بالمستشفى اليوم. زليش بنتي، كنت نادي لي لفي ونشرب الشاي بحديقتنا، بس الشخص يلي أذاك رح يكون حسابه معي عسير، رح خلي لهداك الواطي يندم لأنه كسر لك قلبك وخلاك تتعب.
صار لك؟ زليش صاير شي مع السيد شاكر؟ قولي زليش يلا. أبي أمانة عندك خالتي. طيب لوين رايحة أنت؟ وقفي يا بنت. ما رح وقف، رايحة لسكر هالحساب. زليش لك لوين رايحة هاي البنت أصلي؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه في شي مو منيح يا خالتي بيري.